بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي هشوف موقع اسمه سايبر سيتي 3D. الموقع دوت بيعرض لي المدن بشكل ثلاثي الأبعاد، المدن المباني كلها ثلاثية الأبعاد. لحد الآن عملوا 80 مدينة، أكتر من 1.5 مليون مبنى. تعال نشوف مثال للموضوع دوت. تمام، هواجه هنا اقول له تيست درايف ناو، انا عايز اجرب الموضوع دوت. ممكن تجربه على التابلت او على الكمبيوتر او على الموبايل، بس على الموبايل ما اعتقدش ان هو يكون عملي قوي. دي بعض المدن اللي حطيتها كمثال. تعال نشوف كامبريدج، فبيبدأ يظهر لي المدينة وكل المباني اللي فيها 3D، وأي مبنى فيهم أقدر أحصل على أي معلومة منه أنا عايزها. بيقول لي لو انت عايز تعمل بان، عايز تعمل زوم، عايز تعمل روتيت، يعني لو انت عايز تظهر الاشجار. بس هو اصلا كده كده لسه المباني بتظهر اهيت. تمام، تقدر تعمل سيلكت لاي مبنى، يبدا يجيب لي المعلومات بتاعته. انا دوست عليه مرتين فعمل سيلكت وعمل زوم عليه، وبدا يجيب لي المعلومات اللي فيه: الاريا، الفوليوم، الفلات هاي، طيب. تمام، ده الادرس بتاعه. فموقع جميل، اتمنى يكون مفيد ان شاء الله.